الناشئين دي ان شاء الله يعني احنا رابع مره نستضيفها في ملاعب السويس، والبطوله بيشترك فيها 64 لاعب من انديه مصر مختلفه زي الاهلي والصيد وسبورتنج وسموحه والغابه، نادي الغابه، نادي الساحه الشاطئيه في بورسعيد، نادي هيئه قناه السويس، نادي السلام البحري، مجموعه كبيره جدا من الانديه، ونادي السويس طبعا، نادي سويس البترول، مجموعه كبيره جدا من الانديه بتشترك فيها البطوله. اجواء البطوله طبعا ممتازه، الناس مشرفينا طبعا ضيوفنا من جميع انحاء الجمهوريه. البطوله السنه دي ليها طابع خاص ومميز عن اي سنه فاتت، وبالمناسبه البطوله بتعمل عندنا في الشركه هنا كل سنه. استقبلت السنه دي حوالي 64 لاعب من ناشئه البلاد على مستوى الجمهوريه، بيمثلوا حوالي تقريبا 14 نادي من الانديه المتميزه في اللعبه دي. واحنا طول الوقت بندعم الرياضه ونهتم ببطولات الناشئين، لان الناشئين اساسا هم التركيز عليهم، لان هم ابطال الغد. الكبار خلاص يعني بيبقى سنه اتنين وهيبطل، لكن الناشئين بالذات وبالتحديد لازم ندعمهم ونديهم دفع. البطولات عندنا قليله شويه لان العدد بتاع لعيبه البلياردو قليلين، ولذلك احنا اتجهنا للاستعانه والاهتمام بالناشئين، لان طبعا هم املنا ان شاء الله في المستقبل. ولذلك احنا بنهتم اهتمام بالغ بالناشئين علشان العدد يكتر شويه ونقدر وطبعا الاعلام هو مش مقصر، بس هي لعبه شبه سنويه شويه. كل انديه مصر جايه تلعب عندنا، واحنا بنستضيفهم وبنرحب بيهم، وطبعا من تدعيم الباشمهندس محمد علي عرابي رئيس مجلس اداره شركه سويس تصنيع البترول. طبعا بندعم بطولة البلياردو، وبالنسبة للوجبات وبالنسبة للإقامة، وبنوفر لهم كل سبل الراحة. احنا النهاردة بنعرف ان في ناشئين بيتجهوا اتجاهات اخرى، احنا عايزين نخلي نقول ان الاطفال والشباب، لا احنا هنا بنقول ان الالعاب دي، الالعاب اللي هي زي البلياردو، من العاب حضرتك شايف ان بالنسبة للاعبين كلهم لابسين زي واحد، زي شيك جدا ولعبة محترمة جدا. التنس طاولة كذلك، يبقى اللاعبين عندنا برضو لعبة الشطرنج، عندنا الباسكت، عندنا كرة القدم الخماسي. هذه الألعاب كلها شركة سويسرا بترول برئاسة المهندس محمد علي عرابي، وطبعا بيدعم الكلام ده كله وزير البترول المهندس شريف اسماعيل. شاركت بطولة الجمهورية الناشئين مرتين، خدت أول الحمد لله، وشاركت البطولة العربية وخدت أول. شاركت في بطولة الجمهورية مرتين، اول مره خدت تالت ناشئين، وشاركت بطولة العالم، وشاركت بطولة العرب خدت تالت. بس هو بطل اسكندريه. البلياردو هنا في مصر مش واخد حقه طبعا زي بره في الماتش مثلا بنلاقي مدرج و1000 جمهور، يعني العدد ممكن يزيد اكتر من كده، فبره واخد حقه، هنا مش واخد حقه خالص. يعني خدت رابع جمهوريه ناشئين، وسافرت سافرت بطوله عالم وبطوله عرب. الاتحاد لما حققنا هنا سفر اول اربع لعيبه بطوله العالم على حسابه في الاتحاد، في الاوتيل هناك اقامه كامله وكل حاجه. شاركت في بطوله ناشئين مرتين، لعبت مره وما وصلتش، بس المره دي ان شاء الله ناوي احقق مراكز. انا كان ليا فضل طبعا على الكابتن خالد هريدي وكابتن حسام حرب وكابتن كريم حلمي، هم اللي مرنوني، هم يعني هم ادوني الفرصه ان انا اشارك فيها في البلياردو.